ساعات قليله بتفصلنا عن انطلاق بطوله كاس الامم الافريقيه 2019 اللي بتستضيفها مصر خلال الفتره من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل. استاد القاهره ان شاء الله يوم الجمعه هيبقى عليه افتتاح البطوله، وهتكون عليه مباراه مصر وزيمبابوي في افتتاح الجوله الاولى. طبعا كل الناس دلوقتي بتدور على القنوات الناقله لمباريات كاس امم افريقيا 2019. قناة بين سبورت او شبكة قنوات بين سبورت هي الناقل الحصري لبطولة كأس أمم أفريقيا في الوطن العربي والشرق الأوسط، وهتقوم ببث مباريات البطولة عبر عدد من قنواتها مع تعليق باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية. المصريين إن شاء الله هيتمكنوا من مشاهدة البطولة بدون تشفير على البث الأرضي للتلفزيون المصري. بالإضافة إلى البث الأرضي في بقى حاجة اسمها البث الرقمي، وده اللي هتبقى عليه قناة تايم سبورت الجديدة اللي ظهرت مؤخرا لمواجهة احتكار بث البطولة. مصر تمتلك حقوق البث الأرضي للبطولة كده كده، يعني كده كده إحنا عندنا الحق في البث الأرضي، تمام؟ الجديد بقى إن قناة تايم سبورت هتبقى بصورة عالية جدا. طبعا تم تقوية البث الرقمي الجديد علشان يوازي البث الفضائي في الجودة وقوة الإشارة والصورة، يعني وانت بتتفرج على قناة تايم سبورت اكنك بالظبط تتفرج على بي ان سبورت من حيث الجودة والصورة. طبعا علشان تشغل قناة تايم سبورت اول حاجة هتتأكد ان الشاشة بتاعتك فيها خاصية البث الارضي الرقمي. لو عندك خاصية البث الرقمي في الشاشة يبقى انت كده وفرت نص الطريق، ان انت هتخش على الاعدادات بتاعة الشاشة وبعد كده هتختار البث الرقمي، وبعد كده هتعمل توليف القنوات او سيرش او بحث، وبعد كده هتلاقي قناة تايم سبورت جات معاك بشكل سريع جدا. في حالة عدم وجود امكانية استقبال البث الارضي الرقمي بالشاشة، في الحالة دي انت مضطر ان انت تشتري جهاز تقريبا ب 100 جنيه او 120 جنيه هتوصله بالشاشة، وبكده هتستقبل البث الارضي الرقمي بدون اي مشاكل. واعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن القنوات الناقلة لبطولة الامم الافريقية 2019 في مصر على قيام شبكة قنوات بي ان سبورت بنقل بطولة امم افريقيا 2019، بالاضافة لقنوات سبيس الجنوب افريقية وشبكة يورو سبورت وقنوات بي بي سي الامريكية والتلفزيون المصري الارضي. يعني دولت الشبكات والقنوات الرسمية اللي هتستضيف بطولة كأس امم افريقيا 2019. دلوقتي بقى هسيبكم مع ترددات القنوات الناقلة للبطولة، بس ياريت قبل ما تشوف الترددات ياريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس علشان يوصلوا كل الفيديوهات الجديدة.